السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على أهم البرامج في تقييم جودة المعلومات في الموديل. عندنا برنامجين، سيمبل بيم، وده شرحناه برضو في بيم أريبيا. بتلاقي الموديل هنا والحصر والتفاصيل كلها موجودة في الجزء دوت. هو بيتعامل مع ملفات الاي اف سي بسهوله، وبيم اشور، وده برضو من البرامج القويه اللي بتعمل تاكيد على معلومات البيم. فدي بيحتاجها اي بيم كوردينيتور.